السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى في ولاية ورقلة. اليوم راح نشوفوا مع بعض أسئلة جديدة وراح نلعبوا على ثقافة الزبائن. راح نروحوا للأروقة مع بعضنا ونكتشفوا نوع الأسئلة، واللي جاوب يروح بالشاريو مليان للآخر. يلا تبعونا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وش حوالك؟ لا بأس. الاسم الكريم؟ خالد القد. مرحبا بك يا خالد القد. قل لي يا سي القد، تبع شوية الفوتبول؟ شوية 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 ولا بزاف؟ شوية شوية. السؤال يقول: من أول منتخب يتوج بكأس العالم مرتين متتاليتين؟ برازيل. لا، فرصة أخرى. أنا مادام الحصة فرصة نعطيك فرصة، ماشي البرازيل. نعاود لك السؤال، ركز ركز، نعطيك حتى مام لي دات. 1934 1938. الجواب خاطئ. لا انجلترا ولا البرازيل. هديه من توجات لايف لمواد التنظيف. ونقول لكم رمضان كريم، كل عام انتم بخير، كل عام انتم طيبين، يعطيك الصحه امين يا رب العالمين. السلام عليكم. واش راك يا رجل يا طيب؟ الحمد لله رب العالمين. الاسم الكريم؟ رشيد بن نصر. والاسم؟ نصر. يا احلى منار بن نصر. انا راح نطرح لك سؤال في الرياضه. سؤال يقول: من اول منتخب يتوج بكاس العالم مرتين متتاليتين؟ منتخب ايطاليا. اعطيني السنوات. ايطاليا يا سند. بارك الله فيك. 34 38. دونك راح نزيدك ثاني سؤال، اللي هو في اي ولايه جزائريه قضى الرئيس الراحل احمد بن بلا اقامته الجبريه في 1979؟ هو اول رئيس للدوله الجزائريه. حول يلا 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 تكون بوليدا. بوليدا، للأسف لا أسلم الأهل بوليدا من ورقلة. يعطيك الصحة والسرعة. أعطينا كلمة لكل جزائري. والله بهذه المناسبة يعني نتمنى يعني الطمأنينة على كل الشعب الجزائري واستقرار رب العالمين إن شاء الله. نعطوا لبنتي نورا تستلم الهدية. هادوما مواد تنظيف من شركة لايف لمواد التنظيف. انتي تقراي بك ما تنظفيش بنتي. انتي تقراي واش من سنة تقراي؟ سينكيام اني. قولي حاجة للزملاء تاعك في القسم، يلا قولي لهم، تقدري حتى بأسمائهم، سلمي عليهم وكأنك تشوف لهم. واش تقول لهم لزميلاتك؟ شدي الميكرو، شدي المايك، قولي لهم واش تقولي لهم؟ إن شاء الله نوجه تحية لصديقاتي دعاء وآلاء وأمنية ورشا. ما شاء الله، دعاء وآلاء وأمنية ورشا، عندكم سلام حار من عند منار. ربي يبارك فيك، مبروك عليك، يعطيك الصحة والسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ربي يبارك فيك. ربي ينورك خويا. أنا جبتني الابتسامة تاعك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك ويعطيك ويزيدك ويبعد عليكم العين. راح نعطيك أول سؤال: ما اسم المضيق الواقع بين المغرب وإسبانيا؟ فيتني السؤال هذا. جبل طارق. الله عليك الله عليك، لو برومي كادو. عطونا العمار اول هديه باش نرفعوا له المعنويات. شكرا شباب، ميرسي ميرسي ميرسي. هادوما مواد تنظيف من شركه لايف لمواد التنظيف. هادوك لي كيما هادوما يعني
انا هذا معطر مناعم. الله الله، هذا وشنو هذا؟ انا تا 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 بالي كي بس سوبر. سي عمار سؤال يقول: في اي ولايه، في اي ولايه قضى الرئيس الراحل احمد بن بلة اقامته الجبريه في 1979؟ نعود لك السؤال: في اي ولايه قضى الرئيس الراحل احمد بن بلة اقامته الجبريه في 1979؟ هي 1980 1979 فتره يعني. وين قضاها الرئيس الراحل؟ هي ولايه وسطيه. يلا اعتقد ولايه وسطيه. لا اعتقد ولايه تمثيله. الله عليك، ولايه تمثيله، ما شاء الله عليك عمار حبيبي، بارك يوم مسيله بين مدية ومسيلة. مسيلة هي ولاية معروفة يعني، مسيلة عادات والتقاليد. مسقط، هي مسقط رأس الزوجة تاع الراحل الإعلامية سلابي، ويعني مدينة فن ومدينة الحضنة، مدينة عريقة، مسقط الرأس يعني. من كنا نبداو نتكلموا على مسيلة ما نحبسوش. عمار ما تعمر ليش فوق 400,000 يرحم والدي، ما كان حتى مشكلة. حمر لي وجهي. ها حط هذا ما باش ما يجيني وكشة. حطهم هنايا، هذو المنتوجات تاع ماما، وروح الأشياء اللي تحتاجها عندك دقيقة واحدة. طب خنو جان. نظن عمار ما يعرفش يقضي اليوم شويه، اليوم ما قدرش مليح. مولف يقضي بيان، يقضي هو تاع، هو يقضي الاشياء اللي تخصو في الـ في الـ في المخبز. لا يقضي مام، يقضي غير دوك نشوفوا باش قضى. يلا عمار خلاص الدقيقه، خلاص ما تزيد والو حبيبي. يلا دور لي تشوف هكذا، ريح لي هنايا. هي منتوجات مواد غذائيه وكذا، ومنا ومنتوج لايف وكذا، خلاص ناكلنا حبيبي. شوف عمار، تروح لاكس شوف لي شحال السعر تاعهم، تعاود ترجع حقروني يا عمي سيري. ما حد ما يحقرك هنايا في الكريس لاين، واحد ما يحقرك. الزبون في الكريس لاين هو الملك، لو كليون ايروان. نشوف انا راني نشوف فيكم عائله كلها على في ورقله، وراني نشوف من كل الولايات. ماشي انا بالك مع الاول هضرتها في احدى الاشهارات، ولكن صح الكريست لاين يلم كل العائله الجزائريه. نروح لاكاس بسرعه وارواح، باين كي ما طولوش معاك، باين ماشي بزاف. شحال جاو؟ 200 وحاجه. 200 وحاجه، الخير والبركه. بصحتك خويا عمار، بصحه الدار، وهي المهم المشاركه. ربي يبارك فيك ان شاء الله. كما نقولوا مشاركه، كي شفناك انت الله يبارك. ربي يبارك فيك يا عمار، وربي يبارك لك في الوالده الكريمه. اعطيني كلمه لرمضان لكل كل نساء الجزائر. ان شاء الله رمضان كريم للشعب الجزائري والامه العربيه ان شاء الله، وان شاء الله صوموا بالصحه والسلامه. ربي يبارك فيك عمار وليدي، ربي يبارك في الحاجه، ربي يبارك فيكم انتم تانا. نخليكم تروحوا صحه فطوركم، رمضان كريم، مع السلامة. لا تبخلونا بالدعاء، وأنا شكرا سي عمار، شكرا. وأنا نقول لكم أعزائي المشاهدين، رمضان كريم، صحة فطوركم، نتلقاو غدوة إن شاء الله، نفس الموعد نفس الموقت، حلقة جديدة من برنامجكم فرصة.